مشاهدينا احنا لاصرنا ثلاثة يعني موضوع جايد اللي نتكلم عن موضوع مهم تداوله يمكن وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع والدواوين والجامعات بانه مع ظروف الامطار والاجواء الا هناك نجوم كانوا في خلينا نقول يعني بطريقه وسائل التواصل الاجتماعي وتواصلهم مع الاشخاص والاشخاص رحبوا بهذه الفكره وفق الاحترام والتقدير اكيد لمكانتهم في المجتمع. لكن اليوم ضيفنا وضيفكم خبير التنبؤات الجويه الاستاذ عيسى رمضان ابو احمد منورنا. يا هلا. وقبل لا نتكلم بالاجواء والظروف اللي مريت فيها في وسائل التواصل الاجتماعي نطلع هذا التقرير ونرجع وياك ان شاء الله. بخصوص الصور بالعكس ما عندي أي مشكلة فيها إذا كانت بشكل دعابة وظريفة ما يمنع، بس بعض الأحيان يكون هناك في بعض التعليقات غير لائقة وهذه ترد على صاحبها يعني، وبالنهاية ودي وايد ناس كلموني ها أنت إيش قاعد يعني زعلان؟ قلت لا والله ماني زعلان، بالعكس أنا بعض الأحيان أضحك وأستانس وأضحك ويا الناس وهذا شيء طبيعي، وبما أنك اليوم شخصية عامة فلازم تتحمل الأشياء. يعني اشياء جميله الصراحه يعني مثل هذا الموضوع، مثل ما قال اخوي احمد اذا طلعنا احنا الثلاثه يعني خلاص عمليه تعليق وتعليق، فاللي يبي ياخذنا اذا اخذنا مخرجنا حسين بالواسع شيء هذا ركبوا على اغنيه ثلاثه رايحين الصالحيه يعني ما شيء في الموضوع. انا اول شيء بقول لكم مشكورين على هذا والصور انا مساء قاعد وانت اطالع الصور انا قاعد اضحك ماني قاعد اقول هي قويه ما فيها مثل ما شفتوا يعني عشان شفتوا قاعدين ثلاثه ثلاثه احنا متسطرين. هذه الامور احيانا مثل ما احنا نتلقاها بصدر رحب جميل ان احنا نسمع نشوف هالشغله هذه يمكن فيها تفريغ شحنات زين لمجتمع عايشينه اذا ما يتعدون الخط الاحمر طبعا اكيد صحيح احنا ما عندنا اي يعني شيء ضد هذا الشيء صحيح. وشفتوا يعني الفنان نبيل شعيل باخلاقه الراقيه طبعا كلنا احنا اخلاقنا راقيه ونتمنى كذلك ان مجتمعنا الكويتي يكون كذلك راقي في طرحه في هذا الجو قاعد تشوف ابو شعيل منافس لك بالموضوع ولا منافسه والله لا منا لا بالعكس شوف ترى لا تعتقدون ان انا يعني ترى قاعد تهمني هالامور هذه او لما تتكلمون عني ترى والله ما تهمني من باب المصادفه اذا صادفته اذا صادفت ابو شعيل شو يدور بينك وبينه مره شفته فكلمني يمكن يذكر اخوي نبيل مره شفته بالمطار زين وكان معانا متسلق الجبال يعني الله يذكره بالخير اللي هو زيد الرفاعي زين وزيد اخوه عزيز عليه فكنا بالمطار رحنا مسافرين مع وهذا اقول له قال لي عن واحد شخص قال لي ايش في حاط علي كل مره هذا قلت له منو قال لي فلان قلت له ما يهمني قلت انت لما تدير بالك عليهم ترى كذا فسجل قال لي خل نسجل انا اساس اني ارسل له رساله قلت له لا تكبر فيه لا تكبر فيها الاشخاص لانهم يزيدون عليك انزين حسبالهم هم مهمين احنا مو احنا ناس عاديين احنا هدفنا ان نوصل معلومه انا هدفي شخصي بعد 2011 تذكرون الاخبار اللي جتنا لاحظت ان عندنا نقص في وسائل اللي هو التواصل مع المجتمع بشكل عام فالتويتر كانت هي الوسيله الاكبر ان نوصل مع الواتساب مثلا ما كانت وسيله كبيره فوسائل التواصل الاجتماعي وسيله طيبه انك انت تستخدمها في استخدام صحيح ايجابي صحيح وتنقذ فيها ارواح ناس وهذا اللي انت قاعد تسويه بوحدك وهذا اللي قاعد تسويه ترى لا يعتقدون ان ترى انا مرات ماني فاضي لان عندي وايد شغلات اكتبها اعمال اسويها بس لما اكتب ترى من جهدي ومن عملي وقتي خاص ولما يصير الخشمر وهذه شغلاتي بقول لكم شغله والامانه يعني اول الحين يعني ياكد عليها اول ما اتصلت على ابو احمد قلت السلام عليكم شلونك يعطيك العافيه وين كاميرتك؟ اعطني كاميرتي هني شلونك ابو احمد قواك الله؟ قال هلا تفضل امر قلت طال عمرك احنا نبي كذي نبيك مع من شنو الموضوع؟ اهدى علي قال انا مو فاضي انا مشغول شلون مو فاضي؟ ما حاجيك انا فلان فلان ما عرفت منه مرحبا سامعنا تري ايوه والعالم الكويت كلها تتصل عليك تري بوضع البحار والبر اي والله مشغول تذكر يوم اتصلت فيني ايش قلت لك؟ قلت لك الواحد تلقى شيء ما ادري رغم صار بيتزا هات او مثلا اللي هو بسرعه يطلعون الارقام بعد لا ويطلعونه كان اللي هو طلبات ولا بالضبط
القضية ما هي أحيانا يتصلون فيك مثلا حسب عالم الواحد كله 24 ساعة فاضي فشون البحر شون ترى المطرة بتينا ما يخاف على العين والرأس أنا تدري يعني صدري رحب مرات تقبل مرات حتى تصوير أو شيء ما يخالف بس مرات علينا ضغط كبير يعني أنا عندي مثل مهام مثل ذيك الأيام يوم كان المطر عندي تلفزيون الكويت كوني مستشار وياهم قاعد أسوي شغلي بعدين نفس الشيء خرائط الدنيا عندنا يعني ترى تنبؤ الجوي مو سهل مو قضية أبليكيشن ومثل ما قلت شوفوا ما بنتكلم عنه هذا قواك الله يعني فمثل ما قلنا في هالعملية يعني مهمة فلما اتصل فيني يعني مستضيفك كذي ماني فاضي لك أنا من معايا يعني كذا أنا يعني يعطيك العافية قواك الله لا بالعكس ولكن إحنا والله العظيم صدق يعني مرات أحيانا خل يعرفون الناس إن إحنا نتقبلهم صدر رحب ونفس العمليات حتى اللي يحطونه بس مثل ما قلنا بشكل محترم أساس لا يعني يكون نوع من عشان كذي عندنا صورة انتشرت مؤخرا نبي نعرضها الحين ونبي نسمع تعليقك عليها شوفكم أنتوا كها وينها ويها مو بخلوك خلونا إحنا بس كه أمبيها راشد شوف أنت مكتوب عندك أنا صوت ما أهم نفس الشيء سلم على المايك وأحمد سلم على المايك الله مطر فشفتم يعني ما يخلونا بس أقول أبو أحمد ما تحلل ما تلبق ما تلبق إلا عليكم بصراحة يعني أحمد أنا لأمانة من حطينا أن أنت ضيف ويانا كانت الامور تمام لكن اول ما طق مطر بسناب قاعد يشتغلوا علينا الجماعه قالوا لنا اسال ابو احمد باكر اجازه ماكو اجازه ماكو اجازه شوف خليني اقول لكم شغله حتى اصحابتهم ها اليوم طافت عليك بيجينوا يعني المطره ما قلتها قلت لهم يبغى صبروا الخميس بالليل يمقى وكذا لان هذه المطره عابره بسرعه زين فما اعطيتها اي اهتمام كتب شيء بسيط جدا ما حطيت يعني انه والله فيها مطره غزيره لان فعلا هذه المطره تعتبر ولا شيء بالنسبة حق المطرة اللي جتنا أو المطرة اللي راح تكون القادمة بس مو القوة اللي كانت اللي حصلت المطرة القوية كانت جدا اللي فاتت هذه الخوف والهلع هذا الحين صار أي مطرة قامت تخوف الناس وهذا عشان شيء قاعد نقول إحنا ما يجوز إن كل واحد يعني يكتب أن مثلا وضعيه معينه وهو مو متخصص زادوا ابو احمد الناس اللي زادوا هذا السؤال يعني في اسماء معروفه واحنا متعودين عليها ان ناخذ منها التنبؤات الجويه الحين طلعت اسماء وكل واحد قال انا خبير ارصاد جويه وقاعد يفتي بالموضوع وهم ما عندهم تخصصات ولا شهادات شنو تعليقك ابو احمد المشكله هذه اللي قاعد نصادفها بالفتره الاخيره في ناس مو متخصصين يعني متخصص مرصاد حتى الآن في ناس تقدم أرصاد بس متخصص أرصاد فقاعدون يأخذون أرصادهم من مثلا الإدارة الأرصاد الجوية بالنسبة لنا إحنا لا إحنا متخصصين أكاديميين بالأرصاد الجوية وسنين خبرتنا قاعدين على التنبؤات الجوية نتنبأ وخرائطنا معادلات حسابية الحين أنا عندي دورات حق المذيعات الأرصاد بس هم مو للجمهور للجمهور يعني المهتمين أهل البحر أهل البر يعني البيسك مترولوجي بيسك مبادئ أقدر أعطيهم إياه لأن علم الأرصاد ترى علم وايد صحيح في العلم اللي هو الفيزياء والرياضيات مو سهل كما مبادئ هل نقبل على هذا الأمر تعطيهم دورات أي يعني دورات بسيطة مثل سويتها كذا مرة ترى حتى كنا ندرس كنت أدرس معهد الملاحة مثل الإخوان اللي درسوا وعندنا مثلا في إدارة الأرصاد وصاروا رصاد جويين معظمهم أجزاء من اللي هو المواد اللي كنت أدرس فيها للأمانة ولكن الآن دورات والله وقتها ما والأسئلة كثيرة الصراحة للأمانة نعم. بعد يعني مرات الإنسان يعني إحنا بشر في النهاية لابد أنك تتعرض إلى الضغط يعني من خلال التعليقات وغيره والاهتمام ما صار شيء تتوقع مطر ما صار مطر تتوقع أخبار ما صار أخبار ها شوف ما خلاك هالشيء مرات بينك وناس انك تتردد في نشر معلومه نشر يا جماعه دير بالكم ترى بيصير كذا راح الشتي ما خلاك هالشيء ها والله ماني قايل خلني انطر شوي ما خلى عندك تردد اكيد لا لا هذا التردد هذا موجود لان شوف ما قلت لكم هذا تنبؤ عند الله سبحانه وتعالى ولكن انا مرات حتى لو الخبره مات اللي فوق ال 30 سنه تدش فيها زين بالرقم من هذا الشيء والى الان يعني اشوف في يعني تردد ان شنو دقه التنبؤ اللي راح اقول له شنو اسوي فيريفيكيشن اللي هو اجيب هذا حرصك بس حرصي. انا ابي من ضغط الناس هل الناس شكلوا عليك ضغط انك تتردد اكثر كنت مرات اقول
شلي بلشني قاعد اعطيهم معلومه وطال يعني فاقول انا بنقذ يعني بنقذ ناس احيانا يعني حتى لو تصير انا مرات اقول والناس مشكله تعاتبك العلم عند الله انا قلت راي يعني انت قاعد تقول التنبؤات اللي قاعد تشوفها اشياء انت تتنبأ فيها بس بالنهايه العلم عند الله زين انت مثلا خل اقول لكم مثلا زين انتم الان تقومون بشغله تروحون تساعدون الناس مثلا كذي زين احطكم كمثال اني انا تساعدون الناس تودون لهم اكل تلقى تعطي الاكل وهذا يقول يلا انت ايش قاعد تجيب لي جايب لي بغوزي جايب لي شو اسمه موش يعني مثلا هالشيء زين تقول انت تقول الحين زين مني جايب لك اكل تاكله فانا قاعد اقدم لهم خدمه مجانيه ما اصلا عندي لا اعلان تجاري على هالفولور اللي يجري بالمليون ولا شيء ولما الارصاد الجويه يتميز في مثل هالعلم هذا ويكون عنده هالكذا الفولور هو ثقه الناس بعدين في ناس ترى قل اللي قاعد يسوون هالشغله فانا همي ترى الهمي الناس اللي فعلا اللي مرات لما اذا سمعوا انه مثلا حتى واحد يكتب زعل عليكم ولا شيء تذكر يكتب زعل اقول اضحك انا اقول شنو عليه ما طلبوك حق اعلانات تجاريه المهم ما طلبت الاعلانات التجاريه او بيسوون اعلانات ليش لان انا رفضت صراحه من البدايه قلت انا تخصص انا يمكن الوحيد الان داش بتخصصي فقط لا ادش لا بسياسه لا باي يعني متوجه لكن اي مذاهب اي صحيح. اي شيء اي شيء ما صحيح. عندي لا هني ولا شيء وهذا اللي يميزك ابو احمد اليوم انت انك انت اليوم تقدم ماده والكل متاكد وواثق ان ابو احمد قدم المعلومه قدم له المعلومه ولا تنسى ان في عندي ناس فولور من الخليج من دول العربية هذيل اللي هم يقدرون هالعلم هذا يقدرون هالدراسات اللي قاعد نكتبها وعارفين تخصصنا شنو لانهم مرات يفتقدون لناس بهالخبره اللي عندهم بالكويت هني اللي قاعد يصير الفرق وتدروا انتم في مرات احيانا يجونك ناس مشكلتنا احنا بدات الغيره كثيره زادت فش حق تميز هذا هو تميز الناس تحبك صحيح. والناس تتابعك صحيح زين فمثل ما قلنا يعني بالعكس مثل ما قلت العمليه ان انا مثلا مرات اكيد انا ضايق مرات كنت ضايق بس الحين تعودت عادي مو متعود اكثر من هالشغله وعادي صار بس الان مثل ما قلنا اذا طلعت برا ولا شيء ها وكذا مزيد لان الفتره الاخيره مو قضيه تسليط الضوء علينا تفوت ان الاحيان الانسان يبي بس راحته صحيح يطلع صحيح. يتمشى يطلع مثلا مع زوجته وكذا اطلع مع زوجتي واطلع اتمشى ونشم الهواء وكذا واروح مثلا اي مكان عام ما يك الساعه جاينا احد مثلا واشوفهم انا هني بس هم انا صدر رحب بالنسبه لهم اي واحد ما اقدر ارد ما اقدر ارد صراحه عشان شيء اللي اقول لك لازم الانسان طيبته واخلاقه احنا ككويتيين اخلاقنا ايه هي يعني اللي خلت الكويتيين محبوبين في الخليج صحيح. طيبة صحيح. اهل الكويت واتمنى من الجميع كذلك اللي هم اللي قاعد يسوون الاشياء يبينون اخلاقنا احنا صحيح. ككويتيين صحيح. وكمجتمع جوا. كويتي راقي يعني ان شاء الله قواك الله ويعطيك العافيه فعشان كذي احنا قبل نهايه الفقره نبي نعرف التنبؤات الجويه صحيح. خلال هذا الاسبوع زين مثل ما قلنا يعني ليه باكر في فرصه مطر شويه بس الاقوى اللي راح تينا مطره اهم مطره يعني راح نكون منتبهين لها وهم حذرين لي يعني كميات اللي راح تنزل اللي هو الخميس بالليل اخر الليل الخميس فير الجمعه في مطره هم كميتها يعني خلينا نقول معتدله لغزيره احيانا تخف شويه خلال النهار يوم الجمعه ترد لنا السبت بالليل الى الصبح بعدين يوم الاحد المطره الاقوى راح تكون خلال فير الاحد ومع بدايه اللي هو الدوام الرسمي فراح تكون يعني في اجازه هذا اللي يبون يسالون الجماهير هذه مشكله الاجازات هذه مو بيدنا يعني احنا دائما نرفع توصياتنا زين حق الجهات في الحالات اللي فعلا تستحق ترى خل اقول لكم شغله ترى وايد مهم يعني انا اقول والله يعطيهم العافيه اخواننا في الوزارات اللي قاموا في هذا الجهد الكبير وحتى اتخاذ قرار من سمو رئيس مجلس الوزراء من المسؤولين ان مثل يعطلون ترى حفاظا على ارواح الناس تدرون لو كانوا طالعين في مثل هالامطار هذه شكر كان لها تاثير سلبي بالعكس نجحنا احنا بالكويت لسبب ان تخففنا كذلك من كوارث اللي هي كانت تصير من غرق ناس من يعني شفتوا انتم شلون تاثير ترى الكميه مو شويه كانت كميه اكثر من 245 خلال بالضبط. يوم اقل من يوم هذه ترى
أعلى من المعدلات السنوية كاملة. أبو أحمد لولا جهودكم للأمانة بتقديم هذه الصورة الكافية والوافية لما إحنا كنا بأمان سواء الجهات المعنية أو الناس المختصة المدعية مثلك. إحنا للأمانة استمتعنا بتواجدك معنا. عشان شيء أقول لكم نفس الشيء ترى حط بالكم المطرة وتابعوا أخبار مثلا تلفزيون المتابعة أكيد شيء مهم وهني الرأي وتابعوا كذلك طبعًا. الوسائل اللي هو صح. التواصل الرئيسية اللي هي الرسمية الرسمية لا تسمعون أحد يا جماعة لا تسمعون أي واحد إلا رسمي صح عساك على القوة أبو أحمد يقويكم إن شاء الله وإحنا نوجه هذه الرسالة لجميع المشاهدين بأن مثل ما ذكر أبو أحمد والفنان نبيل شعيل بأن الكوميديا وبحدود الاحترام والتقدير لهم صحيح. هذا وبس بعد الأمور الثانية إحنا ما نسمح فيها ولا نقبل فيها هذول القامات في الدول الأخرى يتباهون بالمبدعين والناس المختصين في المجالات فإحنا واجب علينا نفتخر فيهم ويكونوا هم القدوة للجميع ما نتطرق للجانب السيء أو الجانب اللي شوي يكون مو مناسب وقواكم الله أكيد مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل